احنا متواصله دائما رفقه ضيفتي وضيفتكم مستمعينا اسماء زريول دكتوره باحثه في مجال التغذيه، وموضوعنا اليوم غيكون حول تغذيه الرياضيين خلال هذا الشهر الكريم. فاكيد ان النظام الغذائي ديال الرياضيين غيكون مختلف نوعا ما، وهذا الشيء غادي تاكدوا لنا اسماء زريول. صباح الخير اسماء. صباح النور حليمة، صباح النور جميع. صباح الخير أسماء ومرحبا بك. شكرا. اليوم غادي نتكلموا على الرياضة والرياضيين. نعم في رمضان. نعم فأكيد الرياضة كتحتاج منا واحد المجهود يعني كبير، وعلى الأكيد أسماء بأن الرياضة كذلك تحتاج منا إلى رعاية خاصة من ناحية الغذائية. المشكل فينا هو المشكل هو أن في رمضان بعض الرياضيين تحتاروا شنو يأكلوا، خصوصا الرياضيين اللي متابعين واحد نظام غذائي معين ومحدد. أسماء فاليوم بغينا نتكلموا على هذه المسألة هذه ونشوفوا شنو هي النصائح اللي ممكن نقدموها للناس اللي كيمارسوا الرياضة خلال رمضان. نعم أكيد، بالنسبة بعد ممارسة الرياضة في شهر رمضان هنا كنخصوا بالذكر الناس اللي أصلا هم ممارسين الرياضة لا تقبل رمضان، يعني العام كامل هما كيمارسوا الرياضة، كيجي رمضان أكيد غادي خصهم يمارسوا الرياضة باش يعني كيحافظوا على اللياقة. اللياقة تماما. نعم باش يحافظوا على اللياقة، خصوصا أنه في شهر رمضان كنحتاجوا أننا نديروا الرياضة، لأن ملي كنصوموا كنقدروا نقص الوزن، وهذاك الوزن دائما أي نقصان في الوزن ضروري ما كتصاحبو واحد، إلا كان حتى لو خا يكون صحي كيصاحبو واحد النقص في يعني حتى في العضلات، يعني تيقص حتى العضلات ديالنا تتكون أو تيكون نقص في الكتلة العضلية. نعم خصوصا إلا ما كناش كنتسحر وكنأخر السحور ونعجلو بالإفطار. فإلا كان الإنسان رياضي وجا شهر رمضان وخفو يكمل بطبيعة الحال على الرياضة ديالو. نعم هنا عنده مجموعة من الاحتياطات اللي خصو يعملها على حسب الرياضة اللي تيمارسها. فإلا كان الإنسان يعني كيمارس المشي الطويل أو لا كيمارس واحد الرياضة اللي كتاخد وقت طويل مثلا حتى اللي كيوصل ثلث ساعة ويفوتها، هاد الناس هادو ما ننصحوهمش يديروا الرياضة وهما صايمين نهائيا. نعم يفطر. يفطر لان ضروري غادي خصو يهني المصدر ديال الطاقه. الناس اللي كيمارسوا يعني الرياضه هكا خفيفه ما كتفوتش واحد نص ساعه فلا باس انهم يمارسوها قبل الفطور. قبل من الفطور. نعم تماما. فملي كنكونوا كنمارسوا الرياضه وغادي نحتاجوا ناكلوا، هنايا غادي ناكلوا بحال الايامات اللي نفس النظام فقط. غادي يكون هذاك الاكل في التوقيت ديال الفطور ولا العشاء او السحور. نعم بحيث اننا ضروري مصدر البروتينات ضروري ومؤكد، خصوصا في رمضان هذا الشيء ما تيكونش عندنا. الرياضي كيحتاج البروتينات في شهر رمضان الخصوص باش ما يتمشيش ليه الكتله العضليه الخاصه به هو. نعم خصوصا اذا كان كيف ما قلتي يعني رياضي على مدار السنه وعنده واحد نظام غذائي معين تابعه يعني طيله الاشهر، فخاصو يحافظ على نفس القيمه الغذائيه اللي تياخذها عاده في الايام العاديه. تماما. فهذاك الاكل غادي يوزعوا على الفطور الافطار العشاء وحتى السحور. كاين اللي كيدير غير الافطار والسحور فيه مزيان، ولكن ضروري يعني يكونوا الوجبات عندنا متكامله.
في الاكل اللي خصها ثاني ياخذ هو انه مثل الكربوهيدرات كيكونوا حاضرين ولكن ماشي عاوتاني بكثره ياكل بالقياس. نعم بالقياس لانه كما عرفت الرياضه ايتو فالكربوهيدرات كتعوض لنا ديك الطاقه اللي كيكون حرقها اصلا في الوقت ديال التمرين. فيقدر ياخذ الكربوهيدرات وايضا ما نساوش الخضر. علاش الخضرة؟ لان بزاف ديال الناس كيكونوا حتى ماشي رياضيين واش يعانيو من الامساك خلال شهر رمضان. نعم فمن الجيد ان ناخذ حتى الخضر لان الانسان كيمارس الرياضه كتكون واحد لابيرت ولا واحد فقدان ديال السوائل ديال الملح المعدنيه من الجسم ايتو. فما عندناش منين غنعوضوها الا اذا كان عندنا الخضر حاضره في الوجبات الوجبات الرمضانيه ديالنا ما نساوهاش. نعم بالنسبه لنوعيه البروتينات دائما انا كنصحهم يعني البروتينات اللي اصلها حيواني نعم يعني الحم حوت بيض دجاج. علاش كنصحوا بهاد الانواع هادو؟ لانهم الاسهل يعني لانه اسهل ماشي امتصاصا ولكن هما اللي كيحتاجهم الجسم خصوصا ملي تيكون رياضي. بالاضافه هو مارس الرياضه بعد يعني بعد الافطار. الناس الرياضيين ما كنشوفهمش نهائيا ياخروا الافطار يعني هما اكثر عاود ناس مطالبين انهم تسجل بالافطار ماشي مثلا مارس الرياضة قبل الفطور ومثلا تذهب شي حاجة أخرى أو لا تشرب غير الماء ولا لا رياضي ضروري غير توصل وقت الإفطار يفطر وبسرعة شديدة. هادشي كيفاش لينا على الكتلة العضلية. بطبيعة الحال كنصحهمش أنهم ياخذوا مشروبات الطاقة ولا الكافيين لانه غادي يستنزف يعني الجسم ديالهم وايضا غادي يجيب لهم العطش اوكور ديال يعني خلال النهار. فالماء هو اكثر مشروب يمكن يرافق اي شخص رياضي خلال رمضان. نعم سؤال اسماء بالنسبه للناس اللي كيمارسوا الرياضه يعني بشكل عادي واش من الافضل انهم يمارسوا الرياضه يعني بعد الافطار او لا قبل الافطار؟ يعني شنو المنصوح به او شنو انت اللي كتنصحي الناس به اسماء؟ يعني واش الانسان يدير الرياضه قبل من الفطور او لا من بعد الفطور؟ وحنا تنعرفوا بان من بعد الفطور تكون شويه الساعه متاخره. نعم بالنسبه لممارسه الرياضه بعد يعني ساعه هو كتبقى على حسب كل شخص. تمارس الرياضه في الوقت اللي غادي انت يكون عندك استعداد انك تعطي اقصى ما عندك يعني تحس بداك الاستعداد البدني والعقلي ديال انك تانجاجا وتخدم. الافضل دائما هو بعد الافطار. بعد الافطار نعم بعد الافطار ولكن الا كان قبل الافطار فيكون واحد يعني من تما تمشي تفطر من مارس الرياضه ومن تما تمشي نيشان مع يعني مع الوقيتة ديال الافطار باش كنعوضوا بسرعه داك السوائل وايضا يعني كنعطيو الجسم ديالنا الطاقه الطاقه واخا. وبالنسبه للوقت ديال يعني بعد الافطار راه الافضل تخيلي ان الافضل وهذه صعيبة شوية هي قبل الفجر. هذه هي الوقت ديال ممارسة الرياضة الأمثل يعني ينوض قبل الفجر يمارس الرياضة ياخذ الأكل ويتحر. فهذه هي أحسن حاجة ممكن يديرها الإنسان في شهر رمضان. خاصو يكون بطل عالمي. نعم صعيبة شوية القضية. نعم فهذه من الأوقات اللي يقدر الإنسان يمارس فيهم الرياضة خلال شهر رمضان.
تبارك الله عليك أسماء، شكرا جزيلا لك على كل هذه النصائح اللي عطيتينا حول تغذية الرياضيين في رمضان. إلى عندكم أي تساؤل حول التغذية ممكن تواصلوا مع أسماء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أسئلة كثيرة كتطرحوها علينا. فللتواصل مع أسماء كنظن الصفحة ديالها هي أسماء الزريول على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لك، نتلقاوك غدا بحول الله على نفس التوقيت وطبعا على نفس الإذاعة.